لسه هسألك، يبقى الناس دي بتبقى عايزة استعدادات يعني. أكيد هتسألك أنا بعيد قد إيه عن العمار، أنا في استعداد طبي لأي طارئ احنا ولا لأ؟ بنشتغل مثلا مع شركات من بره بيكونوا بيسالوا بالظبط كده، يعني احنا على بعد كام كيلو من مثلا مستوصف، من مستشفى، من كذا. طبعا ما فيش حاجات من دي بتحصل، بس هو مش هيجي يشتغل معاك غير لو انت عندك كل البلان كله محطوط. وطبعا ضرب جبال احمر مهم جدا او سهل جدا في ده، لان هو جنب الغردقه. طب فكره التامين، لانه فكره الـ 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 الامن دي فكره على مدى السنين اللي فاتت احنا كمجتمع كنا بنواجهها، هو ازاي تغلب على الموضوع وانت طمنته ازاي؟ هو طبعا المكان ده يعني المكان يعتبر على مساحه يعني يمكن مئات الكيلومترات خالي من البشر. لازم يبقى تامين موجود ومش شايفه، يعني هو عارف ان هو داخل وماشي وخارج ومتابعه من بعيد، مش عامل له المخارج والمداخل بتاعت كل الاماكن بتبقى طبعا متابعه. الموضوع ده بيتعمل بشكل حرفي جدا. الناحيه الثانيه لو بنتكلم ان هو تامين من ناحيه طبيه، لو حصل حاجه بتبقى العربيات موجوده زي ما حضرتك قلت، بس هم مش شايفها، بتتحرك في صمت، بتتحرك بتنقل بس لما المجموعه تبعد، بحس ان الصوت ما بيبقاش باين. انت عاوز تعيشه التجربه كلها.